يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز مناداة الملائكة الحاضرة معه للاستعانة؟ هل إيش؟ هل يجوز مناداة الملائكة الحاضرة معه للاستعانة بهم على قيام الليل؟ وش يدري عن الحاضرة معه يشوفهم؟ مثل أن يقول يا ملائكة أيقظوني لقيام الليل. ما لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. قيام الليل علم أمك تزعدك ولا أخوك، ولا ركب جرس الساعة منبه. نعم.